حضرتك؟ انا لست داعي ولست منظما لهذا اليوم، ولكن انا جاي كاي مواطن عادي، جاي شويه دلوقتي وجاي بعد الفطار. انا وجهه نظري ان رمضان يبقى استراحه محارب يعني، ونستعد لبعد رمضان ونكون استعداد جيد، والهدف بيقولوا رد على جمعه كندهار بتاع 29 يوليو. تمام جدا، نرد، ولكن نرد بنظام ويكون معنا العمال والفلاحين وصحاب الحق الشرعي في هذه الثوره، والطلاب والنقابات المهنيه والموظفين، مش فقط الصوفيه، يعني الصوفيه جزء مننا، ولكن ما نصدرش الصوفيه للسلفيه، يبقى احنا بنحاول برضه ندخل الدين في اللعبه السياسيه وده غلط. شكرا. يعني يعتبر الجمعه حضرتك دي رد على القنبر دي؟ مش لا، اللي احنا في كل اللي قالوا الجمعه دي رد عليهم، في تخبط في الاراء. انا مش فاهم حاجه، لذلك انا مش مشترك. بس يعني ننتظر الجمعة. اسال المسؤول. انا لن اشارك في اي جمعه في رمضان. شكرا. شكرا دكتور.